هكذا يتم دفع الزفتة حتى تقوم بإغلاق هذه الشقوق في الأرض كما ترون أمامكم. تابعوا معنا عملية تنظيف هذا المكان، كم تبدو رائعة ومميزة. تابعوا هنا كيف يتم تنظيف هذا السجاد بواسطة هذه الآلة. يبدو الأمر ممتعا. هنا عملية حلاقة مميزة لهذا الخروف حتى يتم إنزال الصوف عنه. لنتابع معا. هنا يتم وضع هذه المادة بين الفراغات في البلاط حتى يتم سدها وتتلاصق معاً. تبدو عملية الدهان هذه رائعة جداً، فتابعوا كيف لا يقوم بفرشاته بالدخول على الحدود الأخرى. هنا يتم خلط هاتين المادتين ببعضهما البعض حتى يتم تلميع الأرضية الخشبية فيها. هنا هذه الرقعة من العشب، يمكنكم أن تتابعوا هذا الرجل وكيف يقوم بالعناية بها وتجميل شكلها. تابعوا هذه المادة والتي يتم وضعها على زجاج السيارة حتى يتم إلصاقه بها. لنتابع هنا عملية تبليط هذا الحمام كيف ستتم. هنا يمكنكم أن تتابعوا هذا العامل وكيف يقوم بعملية الصباغة والدهان بهذا الشكل كما ترون. هنا من عند الزوايا يتم تسوية هذا الإسمنت لعمل شكل رائع. يبدو مظهرا مهيبا إنزال وإسقاط هذه الشجرة كما ترون أمامكم. يبدو هذا العمل مريحا للنظر. تابعوا. تابعوا كيف يتم سد هذه الفراغات بواسطة مادة اللاتكس. هنا يتم تنظيف فرشاة الرول هذه من الدهان بواسطة هذه القطعة المدورة.
لنتابع معا عملية فرد هذا الملعب بهذه المادة. هذا العامل هنا باستخدام هذا الجبس اللين يقوم بسد هذه الثقوب في الحائط، فتابعوا هذا العمل الرائع. هنا يتم تمشية هذا الرول لعمل شكل ذا نقش جميل على الحائط كما ترون أمامكم. تابعوا عملية الدهان وكيف تتم بواسطة ماء. عملية بناء الطوب الأحمر رائعة جدا، تابعوا معنا. يمكنكم أن تتابعوا كيف يتم قطف التوت البري بهذا الشكل بهذه القطعة. هذا العامل يقوم بإنزال هذه المادة على الأرض في الحمام وبعد ذلك تسويتها لعمل طبقة ستتجمد فيما بعد وتصبح أرضية. لنتابع عملية تسوية هذه الأرضية وكيف يتم بخ هذه المادة بها حتى يقوم بتسوية البلاط المتعرج على الأرض. يبدو رائعا مشاهدة هذا الشخص وهو يقوم بإنزال وفك الدهان من على السقف. تابعوا عملية جز هذه الأشجار وكيف تتم لعمل شكل حائط رائع من الزرع.